حياكم الله من جديد في أهلا بالعرفج. وصلنا معكم إلى حصالة العرفج، وعندنا حصالتين، حصالة العرفج للادخار وحصالة العرفج للترفيه والثقافة. نغذيها أبو أنا إيش سفيان. وأنا إيش أنا أنا إيش أنا شغل ذي الحين إيش مكتوب الادخار الادخار. طيب مدام الادخار طال عمرك، في مقولة شهيرة في العالم كله يقول لك إذا كنت تشتري ما لا تحتاج ليس تبيع ما تحتاج إليه. ليه؟ لأن الناس تبغى ما تحتاج. مثلا أنت اشتريت مزرعة في ضواحي الرياض، مزرعة ما حد يبغاها، ومعك سيارة كوريلا. أنت لما تحتاج لن يشتري منك أحد المزرعة، يشترون الكوريلا اللي معك لأن هي المطلوبة. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية، في نظرية يبررونها اللي يصرفون دائما ولا عندهم فن الادخار، يقول لك يا ابن حلال انفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. كل اللي يتسلفون مني هم ضحية المثل ذا، يتسلفون مني وأنا ما أسلف. في دراسة سواها البنك الدولي يقول أن النساء 78% منهم لا يستطيعون الادخار، بينما الرجال أقل نسبة، يعني الرجال أكثر حرص 36. فأنا أتحفظ على هذا، أنا أشوف دائما المرأة صراحة تدبيرها في البيت، إذا وليت الميزانية أحسن من الرجل بكثير. صندوق البنك الدولي يمكن يضحك، مو فاهم، أنا فاهم أكثر. طيب لازم توصل لهم وجهة نظر. صحيح، بس نرجع للتأكيد على موضوع الرؤية، لأنه ترى الناس كل اللي تشوفه حاصل ترى هو وفق مستهدفة الرؤية. الرؤية تقول رفع نسبة الادخار إلى 10% ورفع نسبة الإنفاق على الثقافة والترفيه من 2.5 إلى 7%. فحنا الآن نجمع، وفي آخر الموسم إن شاء الله نشوف لها وجه الخير، نحطها باستثمار نشري أسهم في أرامكو، ومن هنا أنا وأنت نروح للبوليفارد ونحضر حفلة كتب. فكرة الكتب أهم شيء. طبعا كلها. طيب.